السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. اليوم هو أول يوم من شهر رمضان الكريم، حبيت نقول لكم صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض وصفة يعني المحبوبة الجزائريين اللي هي شوربة فريك، راح نقدمها لكم على الطريقة القديمة بالتقنيات القديمة، يعني ما راح نغير فيها حتى خطوة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. بالنسبة لمقادير وصفة اليوم راح نحتاج حبة طماطم تكون كبيرة مطحونة أو اثنين متوسطين، لازم الطماطم تاعكم تكون طيبة مليح. راح نحتاج حوالي نصف ملعقة كبيرة من السمن، القليل من الفلفل الأسود، والقليل من القرفة، والقليل أيضا من العكري أو البابريكا. راح نحتاج لحم الغنم، عندنا أيضا حوالي ملعقة أكل من الطماطم المصبرة والقليل من الزيت. عندنا أيضا الحميسة أو الحمص اللي نكون مغليه مسبقا، يعني إذا ما حبيتوش تغلوه تقدروا ديروه في الأول. أيضا راح نحتاج أيضا حبة بصل تكون متوسطة الحجم وتكون مقطعة رقيق. عندنا حبة قرعة وحبة جزر يكونوا مبشورين. عندنا أيضا فلفل حار، وراح نحتاج حوالي بين 60 أو 70 غرام من الفريك، يعني على حسب النوعية تاع الفريك اللي تكونوا تخدموا به. بالنسبة للحشيش عندي خليط النعناع والقزبر. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. يعني الطريقة اللي احنا نستعملوها اليوم، يعني اللي كانوا يستعملوها زمان يوجدوا الشربة تاعهم قبل ما يبدأوا يطيبوا فيها بوقت طويل، احنا راح نحضروها ساعتين قبل ما نبدأ نطيب فيها. راح ندير الكمية تاع اللحم، راح نضيف عليها أيضا الكمية تاع البصل هكذا. بالنسبة للكمية تاع البصل ممكن تظهر لكم أنها بزاف، لكن في الحقيقة ما هيش بزاف، يعني البصل راح هو اللي ينكه لكم الشربة تاعكم. راح نديروا أيضا كمية من النعناع وكمية من القزبر. بالنسبة للتوابل في هذه المرحلة ما عادش نكثر، ندير كمية خفيفة فقط، يعني هكذا تكون كافية هكذا. نزيد أيضا كمية خفيفة فقط من القرفة، وزيد أيضا كمية خفيفة من العكري. لاحظوا هذه الكمية هكا تاع العكري راهي كافية، ونزيد أيضا كمية من السمن هكذا، ونديروا أيضا قليل من الزيت. الزيت هذا هكذا راه كافي. ملاحظة فقط بالنسبة للناس اللي عندهم يعني القدر تاعهم القاعدة تاعهم النوعية اللي تكون رقيقة، يعني راح يسخن به فيه ولا يتحرق بسرعة، هذاك القدر هكذاك ما تستعملوش فيه التوابل في الأول، نخلو حتى نقلو القدرة تاعنا من بعد نديرو التوابل. لكن إذا كان عندكم القدر يعني من نوعية جيدة تقدروا ديروا كمية تاع التوابل في الأول. احنا رانا عملنا الآن البصل، فلفل الكحل، القرفة والعكري او البابريكا، قليل من القزبر، قليل من النعناع، والسمن، والقليل من الزيت. راح نخلط كل هذه المكونات هكذا مع بعض. يعني هذه الوصفه هي اللي كانوا يستعملوها زمان بزاف، يعني كانوا الامهات ينوضوا الصباح يحرجوا القدره تاعهم بهذا الشكل هكذا على 8 او 9 تاع الصباح ويحطوها جانبا، يعني حتى وقت الطبخ ينوضوا مباشره يحطوها فوق النار وراح تخرج منها واحد النكهه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه. راح نزيد رشه خفيفه فقط من الملح. الآن راح نغطي على الحرج وراح نخليه جانبا على الأقل ساعتين قبل ما نبدأ نطيب فيه. انتم إذا كان عندكم الوقت يعني تقدروا تحضروها ليلة من قبل وتخلوها في الثلاجة، راح تعطيكم نتيجة أحسن. بعد مرور حوالي ساعتين راني شعلت النار على القدر تاعنا وراح نخليه يتقلى على نار قليلة، يعني النار تحكم لازم تكون هادئة، ونخلوه يتقلى حتى يذبل البصل تماما. راح نغطي عليها ونخلوها تتقلى. بعد مرور حوالي 20 دقيقة لاحظوا يعني الكمية تاع العصارة تاع اللحم مع البصل. راح نضيف له الآن مكون آخر اللي هو طماطم المصبرة، نخلطوها هكذا مليح مع اللحم والبصل. نعاود أيضا بنفس الطريقة نعاود نغطي عليها ونزيدو أيضا نخلو الطماطم تتقلى. لاحظوا معنا الطماطيش راهي تقلات كامل، ويعني راهي تشربت كامل العصارة تاع اللحم والبصل اللي كانت في الأول. إذا راكم تلاحظوا يعني في طريقة تحضير الشربة راني نحضر فيها مرحلة بمرحلة، يعني كنت قادر نقول لكم ندير لكم شربة إكسبريس ونخلطوا كلش مع بعض، لكن صدقوني والله ما راح تتناولوا نفس الذوق تاع الشربة هذه. راح نضيف الآن يعني القرعة والجزر. الوقت اللي رانا فيه الآن كلش راه غالي، يعني الخضر غالية، اللحم غالي، يعني رانا نشوف كلش غالي، لذلك ماذا بينا يعني كي نخصوا الدراهم نعطوا القدر حقها ونعطوا يعني الذوق للأكل تاعنا. راح نعاود نخلط الجزر مع القرعة هكذا مليح. الآن راح نعاود نغلق عليهم ونزيد أيضا نخليهم يطيبوا بنفس الطريقة، لأنه الشربة هذه هي المراحل الأساسية اللي فيها، يعني كي تكونوا تقلوا في الشربة مليح وتعطوا لها حقها هذا هو يعني المفيد في الشربة. راح نزيد أيضا نخلي الجزر مع القرعة يتقلى إن شاء الله ونرجع لكم.
الخضر تاعنا هنا راه مذبالو وراه متقلاو مليح. راح نضيف لهم الان الكميه تاع الطماطم المطحونه هكذا. راح نضيف ايضا العكري او البابريكا، راح نضيف 2 ملاعق هكذا. راح نغطيها الان وراح نزيد النار شويه، يعني نطيبوها على النار تكون متوسطه ما تكونش هادئه. لاحظوا معنا هنا الطماطم راهي تقلت مليح، وكما راكم تلاحظوا يعني اللون تاعها راه تغير. كي تغير اللون نعرفوا انه الطماطم راهي تقلت مليح. الان راح نمرق الشوربه نتاعنا. هنا عندي 1 لتر، يعني هتاخذ لكم كميه تاع الماء حوالي 1.5 لتر. هنا القدره تاعنا راهي تغلي، الكميه تاع الماء اللي مرقت بها القدره هي 1.5 لتر. راح نضيف لها الان الكميه تاع الحميصه، وراح نضيف لها ايضا الكميه تاع الفريك. بالنسبه للكميه تاع الفريك يعني شللته حوالي 2 أو 3 مرات، من بعد درت له الكميه تاع الماء وخليته يعني يتشرب. راح نديروا الكميه تاع الفريك، يعني كنا عملنا من قبل الوصفه تاع الشوربه تاع الفريك اللي نستعملوا فيها الفريك في الاول، يعني هذيك طريقه وهذه طريقه. هكذا نخلط الفريك تاعنا مليح. راح نعاود نضيف كميه صغيره من فلفل الكحل هكذا. راح نضيف ايضا، لاحظوا الكميه تاع القرفه شحال. نضيفوا ايضا خليط القصبر والنعناع، يعني كما راكم تلاحظون نديرهم كامل في مرحله واحده. بالنسبه للملح ايضا باش ما ننساوهش، راح نضيف الان الكميه تاع الملح. نرموا الان الحار ونحرك على الفريك، يعني ما نخلوش الفريك تاعنا كامل في الاسفل، نحركوه في الاول هكذا مليح. بقات فقط اخر خطوه، راح نحط الملعقه تاعي بهذا الشكل هكذا، وراح نعاود نحط الغطاء هكذا هكذا. بهذه الطريقه هكذا يعني نضمن انه القدره تاعي ما راحش تفيض، وايضا نخلو الشوربه تاعنا تتنفس. راح نخليها الان طيب على نار هادئه حوالي ساعه او ساعه ونصف، يعني قد ما خليتوها ما تخافوش عليها، لانه اللحم تاعنا مازال ما طابش مليح. نخلوها حوالي ساعه او ساعه ونصف على نار قليله، لكن نتفقدوا القدره تاعنا بين 15-20 دقيقه، لازم نجو نخلطوا القدره. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. كما راكم تلاحظوا زدت لها يعني 1 فلفل قناوة، يعني فلفل حار، لأنه هذا الحار الأخضر اللي استعملته كان عندي من قبل، يعني ماهوش حار بزاف، لذلك ضفت له يعني هذا القرن الصغير تاع فلفل القناوة. لاحظوا معنا القوام تاع الشوربة تاعنا كيف يكون، يعني الشوربة تاعكم ما تكونش خفيفة وأيضا ما تكونش ثقيلة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، وأيضا نتمنى أنكم تجربوها، ونقول لكم إفطار شهي وصوم مقبول إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.